أهلا بكم. البداية من تعز، حيث جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجمات على مواقع الجيش الوطني غربي المحافظة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء في ظل هدنة هشة ترعاها الأمم المتحدة. ووفق المركز الإعلامي لمحور تعز، فإن وحدات تابعة لقوات المحور رصدت هجوم للحوثيين في جبل الأحطوب بمديرية جبل حبشي غربي تعز، كما شهدت جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة اشتباكات متماثلة عقب هجوم شنته الميليشيا الإرهابية على مواقع الجيش هناك. وبشكل مستمر تشن الميليشيا الحوثية هجمات من محاور متعددة على مواقع الجيش الوطني وأخرى تستهدف مناطق سكنية رغم سريان الهدنة الأممية. وكانت مواقع الجيش الوطني قد تعرضت لهجمات شنتها الميليشيا الحوثية شمال غرب مدينة تعز عقب ساعات من انتهاء زيارة قام بها فريق أممي للمدينة في 13 من شهر يونيو الجاري. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد ركن عبد الرحمن اليوسفي مدير المركز الإعلامي لمحور تعز. مرحبا بك سيادة العقيد. إذا هناك ميليشيا الحوثي تجدد هجماتها على مواقع للجيش الوطني في تعز وترفض رسميا مقترحا أمميا لفتح الطرق، يعني ضعنا في تفاصيل حول تطورات الوضع الميداني على ضوء الهجمات الحوثية الأخيرة. شكرا لكم ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين الكرام. بالنسبة للوضع الميداني في تعز، هناك هجمات حوثية في وهناك تعزيزات وهناك تسللات. الموقف أمس في الأحطوب أيضا حدث هجوم حوثي كان على مواقع قواتنا في جبال الأحطوب، وتم صد هذا الهجوم. والعمليات القتالية في خلال اليوم بشكل مستمر في معظم الجبهات. الميليشيا الحوثية لم تلتزم بالهدنة من ساعاتها الأولى، وهي كل يوم تقوم بارتكاب خروقات متنوعة ومتفرقة في مختلف الجبهات، معظمها تحشيدات وشق الطرقات وبناء خنادق وتحصينات وأيضا زرع ألغام وتعزيزات، يعني العمل وكأنها في حالة حرب. هذه الميليشيا يبدو أنها لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالهدنة ولم تلتزم بالهدنة. وفي الأمس جددت رفضها للمقترح الأممي فيما يخص فتح الطرقات إلى تعز، وهذا يؤكد أن هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا ترغب في الهدنة وإنما إيمان يؤمن بالحرب والقتل والدمار. نعم، إذا كما ذكرت أنت سيادة العقيد، الميليشيا الحوثية تعمل على تحشيد وكذلك عمل الخنادق، إذا هي تجهز لعملية عسكرية. ماذا عن الجانب جانب الجيش الوطني؟ ما هي استعداداتكم أنتم لهذه المعركة القادمة؟ نعم، بالنسبة لنا نحن من أول يوم في الجيش الوطني نعرف أن هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالهدن ولا تتوقع على الاتفاقات ولا تلتزم بها. وطبعا بطبيعة الحال نحن في الجيش نعم خططنا لأسوأ الاحتمالات وجاهزين لتنفيذ أي توجيهات. ودائما الموقف العسكري أو المخطط العسكري يعمل لأسوأ الاحتمالات. نحن لا ننخدع بالبيانات ولا ننخدع بالاتفاقيات السياسية. هذا موضوع شيء. أما بالنسبة للجانب العسكري نحن مستعدون للسلام بقدر استعدادنا للحرب. نعم، إذا العقيد ركن عبد الرحمن اليوسفي مدير المركز الإعلامي لمحور تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك.